في هذه اللحظات الشوط السابع وشوط مميز واعداد حاضره قويه تشارك في هذا الشوط. اذكر الساده المتابعين والمشاركين بان اشواط الانتاج تبدا من الشوط السادس عشر، هو الشوط الاول، يعتبر الشوط الاول الرئيسي للانتاج، لذلك وجب التنويه للاخوه المتابعين اشواطنا الرئيسيه في هذا اليوم. شوط جديد ويرافقكم الزميل المميز بوسعيد. شكرا ابو بريك، نتواصل واياكم بانطلاقه هذا الشوط والشوط السابع المخصص للجذاع الابكار، والمسافه هي 4 كيلومترات، وهنا المحلي الاول نتابع واياكم مع هذا السن، ونتابع هذه الانطلاقات والمقدمه والصداره. هنا حامله الرقم 1 وهي بالمركز الاول رسميه هنا مع شعار علي بن فرج بن حمد بن دلموك المري من سجل النقاط في هذا المحلي، ونتابع رسميه في مقدمه الشوط، بينما نقلع المركز الثاني نتابع في هذه اللحظه هملولة لعبد العزيز بن محمد بن محمد بن عويضة البعينين على المركز الثاني. في هذه اللحظات المركز الثالث نتابع المركز الثالث طرب لزايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا هزامة لمحمد بن علي بن محمد بن راشد بن ديله المري مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع المركز الخامس ضي لعبد العزيز بن ابراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح هنا يصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة، وأرى شعارات قادمة، وهنا شعار الشوط الرئيسي للعمانيات يصل، شعار مشارك. يا سلام بهذه اللحظات، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط مباشرة إلى المركز الأول إلى رسمية. يا سلام أدائها وتميزها وانطلاقها هنا في هذه اللحظات، نشاهد رسمية مع المركز الأول مع الصدارة بقيادة علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك أحد أيضا عمالقة التضمير هنا في هذه اللحظات، وبقيادة الأخ محمد بن فرج بن ناصر بن دلموك. يا السلام في هذه اللحظات من يتابعها ويتابع رسمية بانطلاقتها في مقدمة الشوط وبهذا الشكل الممتاز، ما شاء الله تبارك الله على هذا التميز. بينما المركز الثاني تصلنا اللي على المركز الثاني اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، ومن تصلنا هملولة عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين على المركز الثاني مع هملولة على ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع المركز الثالث، ومن تصلنا على المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات اللي وصلتنا هنا طرب لزايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع نشاهد هنا في ايضا الوصول من اللي وصلتنا هزامه محمد بن علي بن محمد بن راشد ال نديله على المركز الرابع. المركز الخامس شعار بالعرج، شعار بريك بن سعيد، يا سلام يصلنا في هذه اللحظات مع الفائزه حسين بن مبارك بن حسين الجربوعي هنا مع المركز الخامس. في هذه اللحظات الخمس المراكز الاولى المنطلقه، نرى شعار بن جبران هناك قادم ايضا، ونرى شعار بن ديله قادم هنا، الفهيده قادم، ولكن نعود الى المقدمه، نعود الى رسميه اللي في مقدمه الشوط من ارتفاع الستارت. نشاهد رسميه على المركز الاول على المقدمه على الصداره، نشاهد رسميه. يا سلام يا رسميه لعلي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري مع المركز الأول، ولكن نرى الخطورة بدأت في هذه اللحظات من هملولة عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هزامة لمحمد بن علي بن محمد بن راشد بن ديلة على المركز الثالث. المركز الرابع شعار الخيارين قادمة مع المركز الرابع، والوصول مع طرب زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين مع المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد صاحبة المركز الخامس قليلا هناك، ولكن الفائزة حسين بن مبارك بن حسين الجربوعي هنا بقيادة بريك بن سعيد بن العرج المري، ولكن نعود الله يا سلام، تقوم راس وعينها على المقدمة وبوابة الكيلو المتر الأخير، وهنا رسمية يا رسمية يا رسمية. أركز
ركز يا ابو فرج ركز ركز مع انطلاقة رسمية في هذا الشوط، وهي بكل رسمية تامة بأداء وتميز عالي المستوى عالي المستوى. ويا محمد يا ابن فرج 10 على 10 بهذا الأداء والانطلاق مع رسمية في مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني هزامة محمد بن علي بن محمد بن راشد بن ديلة، ولكن شوفوا بالعرج شوفوا بالعرج اللي قادم بكل قوة هنا مع الفائزة حسين بن مبارك بن حسين الجربوعي مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن جبران قادم مع المركز الرابع، ولكن نعود الى المقدمة نعود الى رسمية. يا رسمية يا رسمية ما شاء الله يا رسمية ما شاء الله يا بن دلموك على هذا الاداء على هذا التميز على هذا الانطلاق مع رسمية. رسمية رسمية تعلل وترسل سلام صباحي الى عزبة بن دلموك. سلام يا علي يا بن فرج يا بن دلموك على هذا الناموس. بنهني حمد وبنهني ايضا محمد على هذا التضمير الرائع والمتابعة. سلام وتحية واحترام لبن دلموك ولهذا الشعار وهذا الأداء. تحمل الرقم 1 وهي الرقم 1 وتفوز بالمركز الأول وتقوم رأس وتنتهي رأس. سلام يا بن دلموك سلام على هذا الفوز وهذا التحدي. المركز الثاني من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة هنا الهبروق لحسين حسن بن زايد بن حسن العتيبي. سلام يا بن العتيبي أيضا من فاجأنا في الأمتار الأخيرة، وهذه أيضا من وصلت مبروك مع المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث وصلتنا الفائزة لحسين بن مبارك بن حسين الجربوعي. المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هزامة محمد بن علي بن محمد بن راشد بن ديلة. المركز الخامس المركز الخامس زمجرة لحنيف بن علي بن محمد بن هلال العذبة. سلام هنا مع هذا الأداء والتميز تهانينا وناموس لبن دلموك راعي رسمية راعي رسمية من سجلت ناموس هذا الشوط 6:08:79 جزء من الثانية. تهانينا العلي بن فرج بن حمد بن دلموك على هذا الفوز وساعة وصول رسمية منتزعة هذا الشوط. بينما من وصلت على المركز الثاني وكانت مفاجأة أيضا بروق من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة ما جبنا لها طاري إلا على الخط اندفاعتها ما شاء الله تبارك الله. هنا بروق وهي أيضا توقيتها 6:11:57 57 جزء من الثانية. بنهنيك يا حسن بن زايد بن حسن العتيبي، وبنهنيك أيضا يا أحمد بن زايد بن طرجم السهلي على هذا الناموس. المركز الثالث من وصلتنا في هذه اللحظات اللي هي الفائزة وتوقيتها 6:12:11 11 جزء من الثانية. تهانينا لحسين بن مبارك بن حسين الجربوعي. تهانينا والناموس.